معظم الناس بتكتب انه هذا الشارع صنع بشري، طبعا هو لا، كثير ناس حكوا لي انه هذه مستحيل انه يكون هذا الشارع صنع بشري، لكن الطبيعة عملته على جانبين الشارع سبحان الله، والناس ما قطعوا اي شجر بالنص بس نظفوا الاعشاب والعين، فكأنه طبيعي يعني. معظم السياح بكتبوا انه طول هذا الشارع 800 متر، وهذا خطأ طبعا. اول 800 متر او حوالي كيلو معظم السياح بوقفوا هناك، واحنا استمرينا بالجيب تبعنا وصرنا ماشيين حوالي 8 ل 9 كيلو، ولسه الشارع موجود وفي شجر البابا. طبعا هون بيختلف شوية انه هاي الاشجار اصغر شوي من اللي موجودة في البداية، شايفين كيف الشارع الأشجار هاي أصغر من اللي شفناها في البداية، لكن إشي جدا خيالي جميل. ملاحظين كيف كل شجرة لها شكل ولون وتختلف عن الأخرى، سبحان الله ولله في خلقه شو. هعطيكم بعض الصور اللي أخذتها أنا عند الغروب كمان، وهحط لكم إياها بعد الفيديو. في مظاهرة قدامنا شكلها، شايفين ال ان احنا في كل مد هذا البقر اسمه زيبو، وهذا مشهور في هذه المنطقة، له على ظهره زي السنام الصغير، بوكلو زي لحم البقر طعمه. دبنا نكمل معكم المشوار. هذا الشجر اسمه the mother of the forest، او ام الغابة، المكان منه على شكل الغابة، ولكن للأسف الناس قطعوا الغابات حواليه.